الاحتواء الذاتي هو تحمل المسؤولية الشخصية لأي رد فعل، وإدراك أنك في جميع الأوقات مسؤول عن توجيه الطاقات الشخصية. لا يوجد أحد أو شيء يزعجك وبالتالي يبرر أو يثبت أي إساءة استخدام لرد الفعل أو الفكرة أو النية أو العمل. فأنت الذي يزعج نفسك من خلال السماح للجسم العاطفي باتباع التصورات الخاطئة للجسم العقلي التي تخبرك أن قوتك تكمن خارج نفسك. في أي لحظة يمكنك اختيار الكلمات والأفكار التي ستستخدمها كفلتر تفسر من خلالها الحدث، الاستياء أو العصبية أو الألم أو أي فئة أخرى من ردودك الواعية أو اللاواعية، كلها مرشحات الجسم العقلية التي توجه وظيفة الجسم العاطفية والجسدية. يدرك الفرد القائم بذاته أنه في جميع الأوقات توجد حرية التفسير، وبالتالي لا يمكن أن توجد تجربة سلبية والطاقات غير المتناسقة المرتبطة بها من المشاعر المنزعجة إلا كتفسير شخصي للأحداث. إن قبول الطاقات الشخصية المنخفضة سيضعك مباشرة في لعبة اللوم الضحية، والتي لا يمكن أن تحدث إلا بين الأشخاص الذين يضعون قوتهم الشخصية ومسؤوليتهم على مصادر خارجية. أنت وحدك لديك القدرة على إزعاج نفسك بغض النظر عما يقوله الآخرون أو يفعلونه. يحق لك تماما تفسيرك الخاص. لا أحد أو لا شيء لديه القوة التي تزعجك ما لم تعطي هذه القوة لأحد غيرك. يأتي احتواء الذات عندما يدرك المرء أن اتجاه الطاقات الشخصية الجسدية والعاطفية والعقلية، الأفكار والمعتقدات والتسميات والتفسيرات الواعية أو الباطنية، هو مستوى يمكن تحقيقه من الإتقان الشخصي، ويوجد كمسؤولية ضمنية تأتي مع هدية الاختيار الحر للإرادة. كلما أصبحت أكثر مسؤولية زادت الحرية والتمكين الشخصي الذي ستعرفه.